المتهم بمحاولة قتل المتدربة إيلا يوكسال، رجل الأعمال إيلكار إلغاز ابن صاحب مجموعة إلغاز، تم قبول الاعتراض المقدم على اعتقاله، حيث تعرض إيلكار إلغاز للضرب الشديد داخل السجن. نشهد الآن على إطلاق سراحه، حيث ستتم محاكمته دون إيقافه. أنكر إيلكار إلغاز الاتهامات الموجهة ضده بالرغم من وجود الأدلة الجسدية، وهو الآن يغادر السجن برفقة محام وحشدا هائلا من الحراس إلى منزله. وكما ترون الآن، فإن إيلكار إلغاز يغادر تاركاً الأسئلة بلا أجوبة، كأنه لا يسمع أحد، وحتى الآن لم يتم نشر أي تصريح شفوي أو كتابي ممثلاً عن مجموعة إلغاز. وكما ترون الآن، لم يأتي أحد من عائلة إلغاز لاستقباله بعد أن أطلق سراحه. كان لازم نروح نستقبله، غلطنا وقت تركنا لحاله. كلام كنتك مظبوط اسماعيل. المحامين شافوا انه هذا المناسب. شلون يعني عمي؟ مو مشان إيلكار، هذا اللي شافه مناسب لاسم الشركة حبيبتي. صار لازم نفتح هذا التليفون بقى. حبيبة جدك تعالي لشوف ورجيني. الأحسن إذا بتردي على تليفونك. خلي الناس تتحرقص قبل ما يرجع ابني على البيت، ما رح أحكي كلمة مع حدا. إيلكار بيك وصل. يا روحي. الحمد لله على سلامتك. أنا بعرف بنتي منيح، وقت تحس حالة وحيدة بالحياة بتصير تفرك أصابيعها ببعضه، بتحسيها مثل كأنه قلبها بردان كتير وعم تحاول تدفيه، مثل بائعة الكبريت بطلت أكتر قصة بتحبها. أنا بعرف بنتي حتى من طريقة أكل شبه، إذا منيحة ولا تعبانة، وإذا زعلانة بعرف هالشي من اللقمة اللي ما بتبلعها. شو ما كان بقلبها واللي بيوصل على راس لسانها وما بتقوله بيضل خانقها. وقت تكون زعلانة ما بتقدر حتى تضحك، تاخد دور الموناليزا بالكتير بتبتسم ابتسامتها، وفي حال حست حالها مشتاقة لأبوها بتغمض عيونها وبتعد لثلاثة، بتعد على أصابيعها مو بصوت عالي أبداً. واحد، اثنين،
ثلاثة. هارون بيك إجا وناطر ريم خانم برا ليشوفها. ريم ممكن تهدي شوي بس؟ ريم بترجاكي حاولي تهدي شوي. كيف بدي اهدى؟ البنت يلي عملت مسرحية بالكافيه، شفت بعيونك كيف قاعدة بكل ثقة. شو هذا بالضبط؟ كل هالثقة من مرضة؟ كل هاد لأنه عندها إيروتونامية؟ ريم شوفي بنتي، ممكن تشرحي لي فورا شو سبب هالعياط هاد؟ ما في شي هارون بيك، ما في شي. ريم مثل عادة رجعت عندت على بنت إلكار. سؤالي لبنتي ريم. ما في شي بابا. إيروتونامية. ما بعتقد إنه بنتي بكل حياتها مستخدمة هيك مصطلح بأي جملة من قبل. منيح إنك إجيت بابا. إجيت أخذك على بيتك. أنا علمت جدي كيف يعمل السلام بفترة غيابة خاله، وعلمته الرسم، بس تيتا ما خلتني نزل هالشي على الإنترنت لتشوف العالم، قال مشان ما تتأثر جاذبية جده قدام العالم. لا يا عمري، جاذبية زوجي بعيون العالم ما بتتأثر بهالسهولة، ما هيك؟ هارون بيك برا، ما لازم نعزمه يتعشى معنا؟ يتعشى معنا؟ بدك قرايبنا اللي ما فات لعنا ولا حتى من باب الذوق يقعد معنا على السفرة نفسها؟ لأنه قليل ذوق. مزبوط. وإنتو أم وابنة صرتوا متعودين على قلة الذوق، لأنه هاي المعاملة يلي رح نضل شايفينها حوالينا من اليوم ورايح. اسماعيل. نعم. هلأ إذا شوية صحفيين ساندوكن مع شوية أولاد تافهين متابعين ومعجبين بكنتي بعتوا رسائل، يا ترى منكون نفدنا من لسانهم وانتهت القصة؟ حبيبتي قولي تصبحوا على خير للكل. تصبحوا على خير. وانت بخير. وانت بخير. تعالي يا عمري، صحتين، تصبحوا على خير. انتي وابنك شو مفكرين بالضبط؟ ابنك حبيب قلبك بشو عم يفكر يا ترى؟ مفكر اذا اطلقوا سراحه لحتى يتحاكم برا بصير بريء يعني؟ انا هون بابا قاعد معكن وبقدر اسمعك. بالله جد؟ انت مانك معنا، انت هونيك. بالنسبة لي من هون لتنضف ايديك الموسخين بدم هديك البنت، انت رح تضل محبوس بنص السجن. كل مكان بالنسبة لك هو حبس، خلي ببالك قبل ما تتبرأ وتنضف من جريمتك كل محل لك رح يكون حبس. بسبب وحدة مريضة ومجنونة بدك يعني انهي زواجي من الكر بابا؟ عم قلك هي البنت مريضة وما دخلوا بالقصة كلها. لنفرض البنت مريضة عن جد، برأيك مرضى بيلغي سجلات الكاميرات يعني؟ ولا بينظف الدم اللي على كنزة إلكار مثلاً؟ ها؟ لازم محامي المدعية ياخد دروس منك. أنا ماني محامي لأي حدا بنتي، بس كمان ماني واحد من متابعينك اللي ناطرين أخبارك. أنا أبوكي وبتهمني مصلحتك. لا تخاف علي، أنا هلأ ماني بحاجة خوفك أبداً بابا. أنا هلأ بحاجة أبي، بحاجتك توقف جنبي. أنا واقف جنبك كل الوقت. وأنا واقفة جنب زوجي. لا، شو اللي كان متوقعه ابنك المدلل؟ مفكر حاله راجع من الجيش وأبوه رح يفرش له السجاد الأحمر تحت رجليه؟
عم قلك بكفي اسماعيل، كرمال الله لهون وبس. لهون وبس؟ لو بزماناتك قلتي لابنك لهون وبس ما كان روحنا وروح حاله. هديك المجنونة هي اللي روحت ابني، وهذا مو حكي أنا، هاد حكي محامين القضية. لكان كان من الأول ليدخل على حياته بنت الناس المريضة نفسياً. هاي المريضة النفسية فهميني شو كانت عم تعمل ببيت ابنك. خلصنا بقى اسمعي لهون وبس. هلأ ريما بتسمعك؟ تسمع، خليها تسمع. ليش ما بتعرف مين متزوجة؟ أه؟ وقت كان عم يتسلم على البنات كل هالسنين قدام عيونها حضرتها ما كانت بتعرف شو عم يعمل معهم؟ ولك أنا يلي بعرف، أنا المشهورة والمغرورة والتافهة، ولك كم مرة صارت لقطه مع فلانة وعلتانة. لك أنا اللي بعرف الشكال اللي خانة معها كل هالسنين، والبنت رغم معرفتها ضلت بداياه بتعرف عنه كل شي، وهي بدها تتزوجه بإرادتها. بسيزر، لو خايف على حالي ما اجيت. اجيت رغم اني بعرف اني رح احرق القضية. بعرف انه ما عندك ولا سبب لحتى تسامحيني ابدا. انا مو مريضة نفسيا وماني مجنونة ولا عندي هوس شبقي، وانت هلأ هون. لأنه علاقتنا مو أنا تخيلتها بعقلي وصدقتها لحالي. ما تخيلتيها. إلا كل شي فيه له تبرير. برر. يلا لكان برر لي كل اللي صار معي، وقال بكبس عزر. كنت حاضرك من تليفوني، بس كنا دائما نحكي سوا، وأنا اشتريت تليفون بدون خط بس إلي ولألك. تليفون ما بقدر أحكي فيه غير مكالمات على الإنترنت. كبريائك كان مجروح، كنتي تضلي تدقي على تليفوني العادي وتضلي تبعتي رسائل، وأنا بالمقابل كنت رد عليكي من تليفوني سري، بس ما قدرت أكسر لك عنادك. قام حذرتك، وانتي بهي الحالة صرتي مضطرة تحكي معي بس على التليفون السري.
حسيت حالي مريضة. الكل صدقك، وجودي كله ما كان له معنى. لا إلي وجود معك ولا إلي وجود برا، ما لي وجود بحياتك الحقيقية. وبالأخير فوق هاد كله حتى عشاف التليفون ما إلي وجود. قديش غريب، الإنسان بيقدر ينسى كل شي صار معه، بس مستحيل ينسى مشاعره وإحساس قلبه. جيت لعندك لحتى وقع على قرار موتي، ما هيك؟ كل هاد بيذكرك قديش أنا زلمة سيء ووسخ. ليش؟ بوقتها ليش الشرطة ما لقوا التليفون الحقيقي؟ التليفون عملت بهداك التليفون؟ لو التليفون التقى ما كان حدا قدر يقول عني مجنونة، ما كنتوا قدرتوا تقولوا عني مهووسة ومريضة نفسية. لو الشرطة قدرت تلاقي هالتليفون ما كان حدا قدر يسبني ولا يتمسخر علي. يمكن ما كان أنقذني، بس على القليلة كان أنقذ كرامتي وكبريائي. شو قصة هداك العقد؟ أنا ليش اشتريت هداك العقد؟ ليش تصرفت كأنك أنت اشتريته؟ بس كرمال تخلي ريم تغار، أنت صورتي الطوق ونزلتيه على النت. كنت بتعرفي إنه ريم عملت لك فولو من حساب وهمي. كنت بدك تضايقيها، بس كان بدك تفكر انه انا جبت لك اياها، وهذا يلي صار. بكل هالبساطه القصه قصه صغيره وبس. مسكينه، انا عن جد كتير مسكينه. تخيل قديه بريئه لحتى عم حاول خلي حبيبه تغار مني، وانتو استغليتوا كل تصرفاتي المسكينة وقلبتوها ضدي. استغليتوهن يا حقير. أنا آسف، ما كان فيني فوت على السجن. أنا كان لازم أحمي حالي إلا. عملت فيني هيك كرمال أنت تحمي حالك؟ لا تهرب بنظرك هيك، طلع بعيوني. ما عاد ضل شي ينشاف بالعين أصلا، بس أنت هلأ صرت تشوف جروحي اللي ما بتنشاف لأنه أنت السبب بتدميري. بركي مو أنا عملتها. بركي طلعت مو أنا يلي عاملها. أمك يلي عم تتهمني إلا مو أنتي. وبهداك اليوم أمك ما كانت معنا، وبهداك اليوم ما حدا بيعرف غيرنا شو صار، ونحن الاثنين ذاكرتنا ممحية، والعالم عم تتذكر عنا ويحكوا على كيفهم. هديك الليلة، بهديك الليلة كنت سكران، سكران ومو شايف بعيوني. في كتير تفاصيل ما بتذكرها أبدا. أنت عم تكذب، عم تتحايل، عم تحاول تشوش لي عقلي وتفكيري كمان. طيب
معك حق، ما فيك تثقي فيني، بس بتقدري تسمعيني. مثل ما صار من شوي، أنا الوحيد يلي بيقدر يجاوبك على كتير من أسئلتك. ليش اشتريت الطوق لحالك؟ وليش عملتلك بلوك؟ أنا عم بحكي لك شو صار إلا، شو صار معنا بيداك اليوم. أمك ما بتقدر تجاوبك على هذا الشيء. إلا حبيبتي، تعود الأيام للجلسة الرابعة لدعوة إلا يوكسال. قام إلكر إلغاز الذي كانت تتم محاكمته دون اعتقال بزيارة صادمة للمشفى قلبت الموازين رأساً على عقب، وقام رجل الأعمال الشهير برفقة محاميه بتقديم إفادته لمدة 4 ساعات. عندك شي شال حلو اقدر غطي فيه هذا المنظر؟ ما بتضحك. أنا آسف. شلون رح تفهمني؟ عملت مثل اللي حابب يموت بالوقت اللي تجاوزنا فيه مرحلة كبيرة، خربت كل شي. احكي، شو أخذك لعند هديك البنت؟ أعطيني سبب منطقي واحد يخليك تعمل اللي عملته. إيه أمي، رحت لعندها، رحت لعندها. الله يعني لأني رحت منيح هيك؟ لا عني أصلاً، شوفي هالحالة. إذا حكيته بالسيرة 1000 مرة ما رح يتغير شيء. هي ما أنا متذكرة شيء، مو متذكرة بنوب.
يا ريتها بتتذكر، لأنه أنت ما عملت لها شيء. كانت أكبر حجة بدفاعنا بالقضية إنه البنت مهووسة بالحب ومختلة عقلياً. هلأ أنا شو بدي أقول للمحكمة؟ موكلي اللطيف راح لعند المجنونة إلا حمد لله على السلامة؟ حاسة الكر حابب يروح على الموت. ما في داعي تكوني راقي بأسلوبك، قولي انتحار، محاولة اغتيال، اغتيال للسمعة. الزلمة انتحاري بمعنى الكلمة. ما بعرف كيف بدنا نستجمع اللي صار بشكل قانوني. إيش نقول هالكلب؟ بس هون ما عنا حكم إعدام. ممكن نركز على الحل أكتر؟ تفضلي بانو خانو، أنا بصفتي محامية القضية عم قول ما عنا حل قانوني، بس معلش تفضلي تحفينا بحلولك. أنا اللي بدي أقوله، منجرب حظنا بالرأي العام. الرأي العام؟ حبيت. منعمل مؤتمر صحفي هلأ فوراً، ووقتها منعترف بعلاقتهم. خلينا نعتبرها حملة إعلانية مميزة، رح نكتب نص الخطاب كلمة كلمة وسطر سطر عن طريق ناس احترافيين بهذا المجال. انت بس عليك انك تحفظ قعدتك وقومتك، ايديك، نظراتك، وكمان طريقة وقفتك. كل هذا رح تدربك عليه خبيرة بلغة الجسد. امتى رح تشرب شفة مي وامتى رح تاخد نفس عميق؟ رح نخطط حتى لوقت رفت عينك. العنوان هو الود، رح تكون عفوي وحقيقي. انت مو طالع تبرر، انت طالع تشكي همك وتحكي اللي بقلبك. يلا بسرعة يا صبايا، كل شي غالي وفخم وبدل على الغنى شيلوه من هون فورا، وهي كمان لو سمحتي. يلا يلا بسرعة حبيبتي بسرعة. ما بعرف بانو، المكان مانو مناسب، لساته مبين فخم مو؟ الحديقة على الأغلب أحسن. بانو، بدنا كل شي يبين طبيعي هيك، بحط تليفونه قدامه وكأنه عم يحكي مع العالم من حسابه على السوشيال ميديا مثل كل العالم، بس الفرق الوحيد أنه رح ينبس على التلفزيون بشكل مباشر. خليه يكون في هالفرق الكبير. هلأ صحفيين سريعين كتير يا عمري، شو بدنا نعمل؟ لا انتبهوا، ما بدنا نصور القصر. ها لازم انه ما نبالغ، يعني كل العالم بيعرفوا انتوا وين عايشين. اي حتى ولو ما رح نتباهى قدامهم، ما رح نأوفر بنوب، ما بدنا هالحركات. اليوم كل شي رح يصير رح يبين طبيعي مثل البوتوكس تبعك، عفو طبيعي. يلا الخلفية، الخلفية عند المضيق، قدام هوا البحر، شم الهوا ببلاش. الأبيض مناسب لكل وقت، طبيعي لو سمحتوا طبيعي، ما بدنا نقرب على شعره كتير. ما نك الشاب المثالي اليوم. مين هو إلكر إلغاز؟ اليوم رح تكون ابن الجيران، مشاغب، حرك كتير، وبنفس الوقت ولد محبوب. انت ندمان والندم أكلك من جوا. صدقني حلو الشخص اللي بيعترف بغلطه، بس الأحلى بكتير الرجال الندمان وعيونه عم تبكي. الزلم الذكي اللي بيعرف يتصرف. هلأ أعطيهم الشي اللي بدهم إياه منك، كون الزلم اللي حابين يشوفه، الرجل البريء. كنت عم تقلي بلا ما نجي هالشي اللي عم يصير، ريم بحاجة لإله كتير، ما؟ مرحبا جميعاً. أول شي مثل ما بتعرفوا بآخر فترة ما كنت نشيط زيادة على السوشيال ميديا. بلا عريقك. بعتقد هلأ صار الوقت المناسب لحتى أحكي الشي اللي جواتي. تأتئ. أنا بعرف إني غلطت كتير، وندمان. بعد تصريح اليوم محاميتي رح تتضايق مني كتير، بس أنا فعلاً غلطت كتير.
أنا وإلا يكسل كنا مرتبطين. سؤال؟ سؤال؟ وأنا كرمال أحمي مرتي وعائلتي كمان، وكرمال ما أجرح إلا وتحديداً هي الفترة استخدمت حقي بالصمت. تيمور اطفي التلفزيون. ما معي الجهاز مع بنتك. لهيك حتى لو أنا تهمة ظلم فأنا مجبور أني أحمي كبرياء إلا، بس يلي شفته إنه سكوتي عم يأذي الناس يلي بحبهم. ما رح طول عليكم، أنا انفصلت عن زوجتي فترة قصيرة بمرحلة الخطوبة، وبهي الفترة يعني بفترة الانفصال عن خطيبتي أنا وإيلا يكسال غلطنا وعشنا علاقة قصيرة سوا. قصيرة؟ علاقة قصيرة وغلط. أنت اللي وصلتينا لهون، عجبك اللي قاله؟ عاش مع بنتك علاقة خليت كل العالم تحكي عن بنتي وسمعتها، وهو طلع بريء. عجبك المستقبل لبنتنا؟ خلصنا بقى. لا ما خلصنا بصراحة. أنا مو حابب طول عليكم لأنه الصبية المسكينة عم تعيش مرحلة صعبة، ومو حابب إجرحها أكتر من هيك. ما عندي أي عذر، أنا ما بدي دافع عن حالي وقول أي رجال بيعمل نفس الشيء. حيوان تيمور، على القليلة قدام البنت شو صار لك؟ بهار الزلمة عم يحكي قدام 83 مليون بني آدم ومانو هامه. هذا الواطي عمل عملته، وليك شو عم يقول؟ أنا شو بدي أعمل؟ أنا ندمان، وحتى لو تراجعت عن غلطي خلال فترة قصيرة ومن البداية، بس ما كان رح يصير هذا الشيء من الأساس، وما اجتمعنا أكتر من ليلة ولا حتى ليلة واحدة. والله شيء بيرفع الراس عن جد. بهنيكي بهنيكي على المكان اللي حطيتي بنتك فيه. مبروك مبروك، انبسطي بحكيهم. تفضلي. وأنا مثل كل رجال بيخاف من خسارة البنت اللي بيحبها، ولهيك ضعفت ورجعت لها. ولو ما مسكوني بالمشفى هداك اليوم ما كنت هلأ رح امتلك الشجاعة لأعترف قدام الكل بهذا الحكي. هداك اليوم ما رحت على المشفى لأحكي مع إلا يكسال، رحت مشان اترجاها. ترجيتها لحتى تقلي ليش عم تتهمني إما لهي الدرجة وبهي الطريقة. بالوقت اللي القضية قائمة ما بقدر صرح أكثر من هيك. ضايقت محاميتي بما فيه الكفاية بسبب هذا التصريح يلي انجبرت صرحه. إلا يكسال، أنا بعتذر منك كثير، وأنا بعتذر من عائلتي، والأهم من كل هاد بعتذر من مرتي، وبتمنى أنكم تسامحوني. مانك مضطرة تتحملي هاللعبة التافهة أكتر من هيك. صار دوري بابا.